ولهذا صح في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. لا يزين قلبك بالإيمان إلا إذا زينه الله به، ولا يعمر قلبك بالإيمان إلا إذا عمره الله به. فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا مع الله أن يجدد الإيمان في قلبك، كما أوصاك نبيك عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم مع هذا الدعاء تجاهد نفسك بما دعوت الله به. والقاعدة عند العلماء في باب الدعاء: إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك أو دنياك فأتبع الدعاء ببذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ليس يدعو ويبقى جالسا، بل يدعو ويبقى مجاهدا لنفسه بما دعا الله سبحانه وتعالى به، فيأتيه العون ويأتيه التسديد ويأتيه التيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيجاهد نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتكميل دينه. وهذه العملية، عملية تجديد الإيمان، هي عملية ينبغي أن تكون مصاحبة للمسلم في كل يوم من أيامه، كل يوم من أيامه يعمل على التجديد لإيمانه من خلال وسائل ومجالات كثيرة هيأها الله سبحانه وتعالى له، وجاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون يومياً مرتبط بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله بنية صالحة يعد صمام أمان في حفظ الإيمان وتقويته. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه وفي سيره. بالعلم يميز المرء بين الهدى والضلال والحق والباطل، وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام، مقام تجديد الإيمان، إلى علم يهديه أي إلى طريق الخير. كيف يسلك طريق الخير ولا علم له به ولا بصيرة؟ كيف يقوي إيمانه وهو لا يعرف مقويات إيمانه؟ إذا كان لا عناية له بالعلم ولا دراية به، كيف يتقي ما ينبغي أن يتقى وهو أصلاً لا يدري ما الذي ينبغي أن يتقى؟